نظمت جمعية مجلس الكنائس للشرق الأدنى لإغاثة اللاجئين بيت شجرة الزيتون وكنيسة القديس بولس الأسقفية العربية في الأشرفية يوماً طبياً مجانياً في كنيسة القديس بولس، وذلك لخدمة المجتمع المحلي. شمل اليوم الطبي 4 عيادات طبية في تخصصات النسائية والباطنية والأطفال والعيون، بالإضافة إلى صيدلية لتوزيع الأدوية المناسبة على الأشخاص المراجعين. قمنا بتنظيم يوم طبي مجاني في الكنيسة في مكاتبها وفي قاعاتها لخدمة المجتمع المحلي من كافة الأطياف والخلفيات في منطقة الأشرفية والمنطقة المحيطة، وحتى من أي منطقة الناس بتقدر توصلنا أهلا وسهلا فيهم. واشتملت العيادة الطبية على طبيب باطني، طبيب نسائي نسائية، وطبيب أطفال، وأيضا طبيب عيون. ومن ضمن الحملة أيضا توزيع الأدوية المناسبة على الأشخاص اللي بيحتاجوها. ونشكر الناس على ثقتها وعلى تعاونها وعلى تجاوبها الإيجابي، ونشكر كمان نورسات على تجاوبهم معنا لتوثيق هذا الحدث، وكل التوفيق ومع الشكر الجزيل. احنا بالتعاون مع كنيسة بولس الأسقفية بمنطقة الأشرفية اليوم نظمنا يوم طبي، وبالتعاون مع 4 اختصاصات من الجامعة الأردنية. احنا بنقوم بهذه الخدمة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. عندنا مراكز في الطالبية وجرش وسوف والحصن ومادبة. أول مرة المضبوط احنا بلشنا نخدم المجتمع المحلي في مدينة عمان من خلال إنشاء مركز موزايك في منطقة الأشرفية. اخترنا منطقة الأشرفية كونها منطقة متعددة الجنسيات وفيها عدد كبير من اللاجئين من جنسيات مختلفة، من سوريين وأردنيين وفلسطينيين وعراقيين ومصريين. أجا ترتيب هذا اليوم مع الكنيسة تأكيد على دور الكنيسة في خدمة الإنسان والمجتمع المحلي، ومنشكر نورسات لتغطية هذه الأحداث بشكل دائم تغطي جميع نشاطاتنا.